بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل محبين ومتابعين صفحة نادي الوحدة الرياضي. برحب فيكم بالبث المباشر لأحداث مباراة الوحدة وضيف النواعير ضمن مباريات المرحلة السادسة من الدوري السوري العام لكرة السلة. وانطفت الكهرباء أول ما بلشنا. أول شيء خبرونا الصوت تمام. بس حدا يخبرني اذا صوتي مسموع ولا لا. رجعت الكهرباء، الامور جيده. اذا مره جديده برحب فيكم وبذكركم انه عم تتابعوا مباراه الوحده والنواعير اللي عم تجمع الفريقين وعم تدور احداثها على ارض صالة نادي الوحدة في مدينة دمشق. سريعا رح اذكركم بتشكيلة الفريقين، اللاعبين اللي حيمثلوا الفريقين بهالمباراة. النواعير الضيف رقم 4 بشير عبد الرزاق، رقم 5 علي خضر، رقم 6 مايكل شلبي، رقم 7 حسين الحاج، رقم 8 مراد هاشم، رقم 0 حسين لطوف، رقم 10 محمد طرقجي، رقم 1 محمد سمان، رقم 77 يزن معجل، رقم 2 محمد ادلبي، رقم 16 عبد الله قمر الدين، ورقم 75 محمد شاهين. مدرب الفريق الكوتش عدي خباز، بينما فريق الوحدة يزن ايوبي، سعيد حكيمة، يوسف مناع، الحكم عبد الله، مجد عربشة، فاروق العمر، ميشيل غيث، شريف العش، عمار غميان، امير سيرجية، جود طباخ، ومحمد عبد النبي. ومدرب الفريق الكوتش هيثم جميل. العربيه السوريه، جمهورنا الكبير برحب فيكم مره جديده.
من عرض صالة نادي الوحدة. رجالنا اللي عم يستضيفوا النواعير بهالمباراة. مواجهة بين رجال الوحدة والكوتش السابق الكوتش عدي خباز. المباراة راح تنطلق. عمار غميان طابع عند مراد هاشم صانع العاب فريق النواعير. مراد لا مايكل مراد اما الطراجي ستيل عم يعملوا شريف العش شريف مجد عربشة مجد شريف العش يوسف مناع يوسف عم يعمل بنتريشن حاول يلعب لعمار غميان لكن الطابة اوتسايد لا مصلحة النواعير. مراد هاشم للإدلبي محمد إدلبي مراد هاشم مراد مراد بنتريشن بيطلع على السلمة بتسجل والحيازة راح تنتهي لمصلحة فريق الوحدة. شريف العش يوسف مناع شريف شريف العش لمجد عربشة مجد على 3 بوينت بيسجل مجد عم يفتتح التسجيل اول 3 بوينت لمجد عربشة 3-0 هجمة لفريق النواعير ما بتتسجل مجد عربشة لشريف العش عربشة لعمار غميان عمار لمجد مرة جديدة مجد لعب العمار طالب تبقى وحداوية يوسف المناع وفي خطأ على رقم 10 محمد طرفجي خطأ عم يكسبه يوسف المناع اللي حيكون عنده رميتين من على خط الفري ثرو يوسف اول محاولة بيسجلها سيكو محاولة الثانية ايضا بيسجلها 5-0 ومتبقي 8 دقائق و16 ثانية بداية جيدة للوحدة طراجي بيلعب لأدلبي لا معجل من على 3 بوينت ما بسجل حكم عبد الله عم بيلم الريباوند شريف لمجد مجد عربشة يوسف المناع حكم عبد الله حكم لعمار غميان عمار عمار نقطتين 7 الوحدة ولا شيء نواعير طراجي إدلبي بداية وفى على فريق الوحدة على الديفنس عمار غنيان طراجي لبرا لمراد هاشم مراد من المسافة المتوسطة بسجل مراد أول نقطتين لفريق النواعير 7-2 والطابة مع فريق الوحدة يوسف المناع عمار غنيان يوسف يوسف لعمار عمار من المسافة المتوسطة ما بيسجل طابة رح تنتقل لفريق النواعير مراد هاشم مراد بيسجل سلة جديدة لفريق النواعير النقطة الرابعة لمراد بهالمباراة 7-4 للنواعير حكم عبد الله حكم لمجد عربشة مجد على 3 بوينت ما بيسجل تبقى الطابة يوسف لحكم حكم جرب حظه على ريباوند ما بسجل لكن ريباوند وحداوي عمار غميان لحكم مجد عربشة مجد عم يخترع يطلع على السلة عم يخسر الطابة مجد عربشة مراد هاشم لا معجل ما بسجل والريباوند عمار غميان مرة جديدة الطابة مع فريق الوحدة شريف العش شريف شريف العش
كان اوفر. والطابع عند اذنبي اللي بيلعب لمعجل ونقطتين، الفرق عم ينزل لنقطة واحدة 7-6 ومتبقي 5 دقائق و53 ثانية. مجد عربشة، مجد يطلع على السلة، بلوك شوت عم يعمله محمد طراجي على مجد عربشة. يوسف مناع، شريف، حكم عبد الله، حكم يا شريف، شريف يخترق وقت الهجمة عم ينتهي 24 ثانية انتهوا، والحيازة مرة جديدة مع فريق النواعير. اذا 7-6 مراد هاشم، مراد لطرازي على 3 بوينت ما بيسجل، والريباوند لعمار غميان اللي بيلعب ليوسف المناع، سيكو للغميان، غميان غميان حلوة منك يا عمار 9-6. مراد هاشم مرة جديدة، طب رح تتقل لفريق الوحدة، شوت من الايدنبي، طراجي يطلع على السلة، خطأ على حكم عبد الله. طراجي حيكون عنده رميتين من على خط الفري ثرو، الرمية الأولى ما بتسجلها. ايضا ما بسجل، والريباوند عم يفشل حكم بالريباوند. طرازي لا رقم 75 محمد شاهين بسجل، محمد شاهين، محمد شاهين لاعب الجيش بالموسم الماضي. هذا مع فريق الوحدة، حكم عبد الله، حكم لشريف تحت السلة، عمار غميان بيسجل، عمار جود كاب يا عمار. اذا 11-8 طراجي، محمد شاهين، محمد ادلبي، ادلبي لعب لبرا لشاهين، شاهين من المسافة المتوسطة ما بيسجل، والريباوند للعش، شريف صانع العاب فريق الوحدة بيطلع وبيخترق وعم يكسب خطأ على مراد هاشم. إذا الطابة خطأ حيلعب من البيز لاين، والطابة عمار غميان، عمار عمار رائع، عمار غميان العملاق الشاب في فريق الوحدة، عمار غميان لاعب من مواليد 2001 19 سنة، رائع تعلق كبير بالربع الأول، وخطأ على يوسف المناع. خطأ لمصلحة طراجي، محمود طراجي ما بيسجل، هاي ثالث رمية بيضيعها طراجي. اذا ايضا طراجي ما بيسجل، والطابة مع فريق الوحدة، عمار غميان، مجد عربشة، مجد
يلعب على السلة ما بيسجل. طبعا حتنتقل لمراد هاشم. مراد احد اللاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي بقميص البرتقالي، حاليا عم بيمثل النواعير. معجل معجل لمراد للإدلبي، إدلبي بيخترق بيطلع على السلة ما بيسجل. شاهين بلم الريباوند وفي خطأ على عمار غميان، خطأ الأول عمار. شاهين بيسجل الرمية الأولى. محمد شاهين رميته الثانية بيسجلها. 13-9 13-10 عفوا، فارق 3 نقاط لمصلحة الوحدة. عمار غميان بيعمل بنتريشن وبيطلع وبيكسب خطأ مهم من التراجي. برافو يا عمار، مكسب كبير عمار، موسمه الأول مع رجال الوحدة. عمار ما بيسجل. عمار غميان أيضا ما بيسجل. ريباوند عمار غميان لا شريف العش، شريف لا سيكو، سيكو لحكم عبد الله، حكم بيخترق وبيسجل حكم. سلة حلوة من حكم عبد الله. 15-10 إدلبي، محمد إدلبي. محمد إدلبي على 3 بوينت ما بيسجل، والريباوند لحكم عبد الله. شريف العش، شريف حكم على 3 بوينت ما بيسجل، والريباوند لمراد هاشم. مراد وفي خطأ على مجد عربشة. مجد عم يخرج بهاللحظات، عم ينزل عوضا عنه فاروق العمر. فاروق العمر اللي تألق بشكل كبير الموسم الماضي بقميص نادي الكرامة تحت قيادة هيثم جميل اللي كان كوتش الكرامة الموسم الماضي. فاروق عم بيعوض مجد عربشة، والطابة مع فريق الوحدة. 12-15 شريف العش بيسجل 3 بوينت مهمة كثير، أول 3 بوينت لشريف بهالمباراة. 18-12 فارق 6 نقاط. ومعجل بيطلع على السلة ما بيسجل. شاهين والطابة عم تنتقل لفريق الوحدة. شريف اللعب عم يتوقف بسبب عطل بالساعة الرئيسية بالصالة. أكيد رح نستأنف اللعب فور عودة الساعة الرئيسية للعمل. طبعا الساعة الإلكترونية ساعة الإحصاء.
اذا انتهى الكوارتر الاول بتقدم الوحده 20-16. اذكركم انه عم تتابعوا مباراه النواعير ومضيفوا الوحده اللي عم تجري بمدينه دمشق. طبعا المرحله المباراه السادسه لفريق الوحده بعد اربع انتصارات وهزيمه وحيده. هزيمه كانت الاسبوع الماضي بمدينه حلب امام الجلاء قبل الفوز على اليرموك والعروبه والحريه والثوره بدمشق. بالمقابل فريق النواعير لعب اربع مباريات قبل المباراه، ربح بمباريتين على اليرموك والعروبه وخسر لقاءين امام الطليعه وامام الاتحاد بالاسبوع الماضي. إذن ستوني في اللعب، أول سلة بهالكوارتر الثاني لمصلحة فريق الوحدة. 22-16 معجل. مراد هاشم، مراد بيلعب لشاهين، أيضا سلة لفريق النواعير. 22-16 22-18 فارق أربع نقاط. وشريف لعمار غميان، عمار ما بيسجل. حيازة رح تنتقل لفريق النواعير. إدلبي لمراد لشاهين لإدلبي. طراجي على 3 بوينت بيسجل طراجي. طارق عم ينزل لنقطة واحدة، 21-22. ميشيل غيف، ميشيل لشريف، شريف العش لعمار غميان ليوسف المناع، يوسف لميشيل على 3 بوينت، ميشيل ما بيسجل. ريباوند لعمار غميان، عمار بيسجل باسكت ان عمار. برافو يا عمار. عمار غميان عم يعمل اند 1 سلة مع رمية إضافية. إذن النتيجة 21-24 لمصلحة الوحدة. وطالع عن مراد هاشم، شاهين لإدلبي، خطأ لمصلحة إدلبي. محمد إدلبي صانع ألعاب فريق النواعير. طابحة اللعب للسايد لاين. مراد هاشم، مراد، مراد بنتريشن بيطلع على السلة بيسجل. مراد فاروق العمر عم بيسجل 3 بوينت. إذن 23-27
لا مصلحة الوحدة. أمير سيرزية بلم الريباوند، بيلعب لشريف العيش، شريف شريف لسيرزية، ميشيل غيث سيرزية، ميشيل لسيرزية من عثري بوينت عم يسجل، والريباوند لعلي خضر، بيلعب لمحمد ادلبي، ادلبي لمراد هاشم، مراد وفاروق عم يعمل الستيل، فاروق يهدي اللعب، فاروق لسيرجية لشريف العش، شريف لسيرجية، سيرجية بيسجل، معجل ما بيسجل لكن عم يكسب خطأ من ميشيل غيث. اذا النتيجه 23 النواعير، 27 الوحده، متبقي 7 دقائق و8 ثواني على نهايه الكوارتر الثاني. معجل حيكون عنده رميتين من على خط الفري ثرو، بيسجل الرميه الاولى، يزن معجل الرميه الثانيه، يزن بيسجلها، 25-27 فرع عم ينزل لنقطتين، مباراه ماشيه كلوز جيم. ميشيل غيث سيرجيه، حكم عبد الله، فاروق على 3 بوينت، بيسجل فاروق، ماشي معك يا فاروق ما شاء الله عليك، 27-29-25 معجل بيسجل نقطتين. اذا 27 النواعير، 30 الوحدة، فاروق العمر، فاروق لسيرجية، ميشيل غيث، ميشيل للعش، شريف على 3 بوينت، بتدخل محاولة شريف، فاست بريك لمعجل، وسيرجية عم يرتكب خطأ، يا زلمة معجل حاول انه يحتك بأمير سيرجية، والحكم بعد ما منحه خطأ متعمد، بعد ما منح يزن لصالحه خطأ متعمد، رجع احتسب عليه خطأ متعمد نتيجة انفعاله. ما بيسجل الرمية الإضافية، يزن معجل ما بيسجل، يزن بيسجل، يزن 28-30 وضي خباز عم يسحب يزن من الملعب، يزن معجل لاعب الثورة بالموسم الماضي، عند ادلبي على 3 بوينت بيسجلها،
النواعير عم يتقدم لأول مرة بفارق نقطة 31-30. والطابة عند أمير سيرجية، لعبة من تعربشة. مجد عم يخترق، يعكس الطابة على الأرك لسيرجية اللي عم يطلع على السلة وعم يسجل نقطتين 32-31. مراد هاشم، علي خضر، علي لأدلبي، لمراد، سيرجية لأدلبي، طبعا تنقطع من مجد عربشة. مجد أمير سيرجية، حكم عبد الله، سيرجية، حكم عبد الله، حكم عم يعمل الموف ويطلع على السلة عم يسجل، والحيازة رح تنتقل لمصلحة فريق النواعير. وبذكر بالنتيجة 31-32 لمصلحة الوحدة، مع تبقي 4 دقائق و54 ثانية على نهاية زمن الكوارتر الثاني. محمد إدلبي، خضر، خضر، فاروق العمر عم يعمل الستيل، فاروق لحكم عبد الله، وخطأ لمصلحة حكم. ودي خباز كان عم يعترض لطاولة الحكام على قرار الحكم، كان عم بيطالب بأوفنسيف فاول، لكن الحكم بعد المشاورات قرر قرر احتساب خطأ لمصلحة حكم عبد الله. أكيد إذن النتيجة 31-32 لمصلحة الوحدة، وتبقي 4 دقائق و32 ثانية. طبعا عم نلعب بالكوارتر الثاني حاليا، تايم اوت طلبه مدرب الوحدة الكوتش هيثم جميل. إذن الحيازة أو الخطأ حينلعب من السايد لاين لمصلحة فريق الوحدة، ولسه عودي خباز مراقب المباراة، عم بيراقب إداري فريق النواعير بالجلوس. إذن 31 النواعير 32 الوحدة، متبقي 4 دقائق و32 ثانية على نهاية زمن الكوارتر الثاني. إذا رح يستأنف اللعب
سيرجية لمجد عربسة، مجد سيرجية حكم عبد الله، حكم المطاف المتوسط ما بسجل، والريباوند خضر علي خضر ما بسجل لكن عم يكسب خطأ، خطأ ارتكبه حكم عبد الله. علي خضر لاعب الوثبة بالموسم الماضي عنده رميتين من على خط الفري ثرو، علي عم يسجل. المحاولة الثانية بيسجلها علي، إذا التعادل 32-32. وبهاللحظات رجع عمار غميان وشريف العش، خرج امير سيرجية وميشو. شريف العش، شريف لمجد عربشة اللي عم بسجل نقطتين 34-32. معجل عم برد بثلاثية، إذا 35-34 لما طلعت النواعير. مجد عربشة لا شريف العش اللي عم برد على المعجل ب 3 بوينت ولا أحلى، 37-35 لمصلحة الوحدة. وفي تايم اوت طلبه عدي خباز كوتش فريق النواعير. اذا استنف راح يستنف اللعب، الحيازه لفريق النواعير. ادلبي لا معجل، يا زلمه معجل وخطا على شريف العز. يا زلمه معجل حيكون عنده رميتين من اخط الفري ثرو. يزن الرمية الأولى ما بسجلها، رميته الثانية يزن معجل أيضا ما بسجلها، وريباوند لعمار غنيان. شريف العش، شريف عمار غميان، حكم عبد الله، حكم بيطلع السلة ما بسجل، والريباوند لشاهين اللي بيلعب ليزن معجل، والخطأ عم يرتكبه شريف العش. الخطأ الثاني على شريف العش، أخطاء فريق الوحدة تجاوزت الخمس أخطاء، لهيك اي خطأ حيكون فيه عقوبة رميتين حرتين. الرمية الاولى سجلها يزن معجل، ايضا الرمية الثانية بسجلها يزن. 37-37
قابل فريق الوحدة. العس لعمار غميان للعس من عتري بوينت بيسجل نجم منتخب سوريا شريف العس نقطتين 40-37 وخطأ على فاروق العمر. علي خضر ايضا رميتين من على خط الفري ثرو بيسجل اول واحدة علي. الرمية الثانية ايضا بيسجل علي 39-40. عمار غميان لشريف العز شريف لعمار الخطأ عم يرتكبه محمود سمان. عمار غميان عمار عم بيضيع اول رمية حرة. عمار غميان ما بيسجل والريباوند لفاروق يخسر طابة فاروق. محمد ادلبي لاعب النواعير عم يستحوذ على الكرة بيلعب لمعجل لخضر بيسجل علي خضر 41-40 التقدم للنواعير. خطأ على محمود سمان خطأ لمصلحة شريف العز. تبديل في فريق النواعير رجع مراد هاشم على ارض الملعب وغادر محمد سمان والعش عم بيضيع اول رمية حرة. الرمية الحرة الثانية العش عم بيضيع الرمية الثانية العش والحيازة رح تنتقل لمصلحة فريق النواعير 41-40 لمصلحة النواعير. علي خضر لا يزال معجل من المسافة المتوسطة ما بيسجل والريباوند لعمار غميان بيلعب لشريف لمجد عربشة مجد ما بيسجل. شريف بيعمل ستيل وبيلعب لمجد عربشة اللي عم بيسجل نقطتين ويستعيد التقدم للوحدة. اذا تايم اوت طلبه مدرب النواعير الكوتش عدي خباز مع تبقي دقيقة و 38 ثانية على نهاية المباراة او عفوا نهاية الشوط الاول. الوحدة متقدم 42-41. إذا استونا في اللعب في خطأ لمصلحة مجد عربشة
خطأ ارتكبه محمد ليدنبي، خطأه الثاني لمحمد. ومجد عربشة حيكون عنده رميتين من على خط الفري ثرو. مجد بيسجل. المحاولة الثانية. مجد بيسجلها. 43-41. طابع عند علي خضر. علي بيطلع على السلة. علي ما بيسجل. ريباوند لمعجل. ايضا ما بيسجل. والريباوند لعلي خضر. ايدلبي. طراجي على 3 بوينت ما بيسجل. والريباوند ليوسف المناع. شريف العش. شريف لعمار غميان. عمار وخطأ على الطراجي. خطأ على مصلحة عمار غميان اللي عم بيقدم لهلا مباراة ولا أروع. وإن كان بيعيبه بالمحاولات السابقة التضييع من على خط الفري ثرو. لنشوف عمار غميان بالمحاولتين الجداد. عمار غميان بيسجل. عمار جود جاب يا عمار. عمار غميان محاولة الثانية ايضا بيسجلها. 45-41. متبقي دقيقة وثانيتين. طبعا عند علي خضر. علي علي بيطلع على السلة ما بيسجل. والريباوند ليوسف المناع. وبتوين الحيادة حتكون لمصلحة فريق النواعير. طابع حتى اللعب سلاين سلة مع خطأ. تراجي عنده رمية إضافية. محمد بيسجلها. 44-45. طارق نقطة لمصلحة فريق الوحدة. شريف العش. عمار غميان تحت السلة. عمار ما بيسجل. والريباوند لمحمد إدلبي. محمد إدلبي لا يزن معجل. يزن ما بيسجل. الريباوند لعمار غميان. اخر 25 ثانية. فاروق العمر. يوسف المناع. مجد عربشة. مجد. تسع ثواني متبقي على نهاية زمن الهجمة. مجد عربشة ما بيسجل. مجد. مراد هاشم. مراد. ايضا ما بيسجل. وبينتهي زمن الكوارتر الثاني بتقدم الوحده بفارق نقطه واحده 45-44. اذا رح نستراح لمده ربع ساعه قبل ما نرجع معكم مع انطلاق الكوارتر الاخير.